طريق لك إلا طريق الإيمان. رجل في البادية أنجب أولاد ثلاثة، فسمى الأول عبد الله والولد الثاني سماه عبد الله، أما الولد الثالث فسماه عبد الله. هو حر من قلة الأسماء، ماشي. حانت لحظة الوفاة، الرجل لا يتحرك، نظر في السقف، أولاده قاعدين جنبه الثلاثة. قال: عبد الله يرث، وعبد الله لا يرث، وعبد الله يرث، وخرجت روحه. عمل مشكلة ده. قالوا بعدين دفنوا الأب، قالوا نعمل ايه؟ قالوا نروح للقاضي. فين القاضي؟ في المدينة. توكل على الله على المدينة. وهم في الطريق قابلوا أعرابيا ضل بعيره، قال: يا أهل البادية، واضح عليهم شكلهم، أما رأيتم بعيرا لي؟ قالوا: لا. قال: طيب جزاكم الله خير، ومشي. نادوا عليه، قالوا: تعالى. أول واحد قال له: بعيرك أعور؟ قال له: نعم. فرح الرجل، قال إيه؟ بدأ يصفوه، يبقى إيه؟ يبقى شافوه. التاني قال له: بعيرك أبتر؟ ديله مقطوع؟ قال له: نعم. فرح أكتر. التالت قال له: بعيرك أزور؟ يعني مايل كده على جنبه؟ قال: نعم. قال له: لا والله ما رأينا بعيرك. الكذب يا عم ده. قال: لا بد أن أخذكم إلى القاضي. قالوا: احنا ريح روحك، احنا أساسا رايحين للقاضي. دخلوا على القاضي: أيها القاضي، هؤلاء البدو سرقوا بعيرا لي، وصفوه وصفا دقيقا، ثم أنكروا أنهم ما رأوا. سأل القاضي، قال له: أنت ليش قلت أنه أعور؟ قال له: البعير يأكل يمنة ويسرى، وجدت العشب مأكول من ناحية واحدة والناحية الثانية لا يأكل منها، يبقى العين المبصرة ها بيأكل من ناحيتها، والعين غير المبصرة ها سبحان الله العظيم لا يأكل منها. الله. طيب وانت قلت لي أبتر؟ قال: ما هو لو له ذيل كان ينثر بعره فوق الرمال، ولكن طالما أنه هو ذيله مقطوع فيتكوم البعر أكوام أكوام أكوام، وانا رأيت البعر مكوم اكوام، قلت دليله ايه؟ من غير ذيل. طب وانت ليه قلت انه ازور؟ قال: يعني دي بسيطة، عمق اقدامه في الرمل من ناحية اليسرى اكثر عمقا من الناحية الايه؟ اليمنى. قال: يا رجل، ليسوا باصحاب بعيرك، تكرع الله، ما قضيتكم انتم؟ قالوا: لا، انت بقى اسمع قضيتنا، دي قضية عجيبة، سيبك من بعير وكلام البعير. ابونا رحمه الله سماني عبد الله، واخي هذا عبد الله، واخي هذا عبد الله، جاي يموت قال: عبد الله يرث، عبد الله لا يرث، عبد الله يرث، ومات. القاضي ضرب اخماس في اسداس. يلا طب ايه حل المعضله دي؟ قال: تبيت عندي الليله، صلوا الصبح وتيجوا على مجلس القضاء. دخلوا في غرفه المضيفه او الضيافه، مش كده اسمها ايه في ليبيا الضيافه؟ طيب. المربع حرام، المربع حدوة، ده المربع، وبعدين الصباح ايه؟ الصباح رباح. اول ما جلسوا وغلق عليهم الباب، قال احدهم، هم اذكياء، احذروا ان عينا تتجسس علينا. القاضي بعت لكم عين، زي بالضبط انت عارف في اقسام ومخافر الشرطة يدخلوا مع الخمسة المجرمين واحد قال انه كانه ايه؟ مجرم. هو مش مجرم ولا غيره، ده مخبر. لا يدخل مخبر نص يسمح كلمته، يقول له: سرق الذهب اللي سرقناه وبعناه في السوق الفلاني، يعرف القضية ويجي البتاع ينادى: تعال انت. يدخل هو يخبر الايه؟ الادارة. قال: في عين تتجسس علي. جاء الرجل الخادم بلحم وخبز، مد عبد الله الاول يده للحم، قال: احذروا، هذه لحم كلاب. يا الله، القاضي قدم لنا لحم كلاب، معقول؟ والثاني قال ايه؟ قال: وهذا الخبز الذي خبز خبزته امرأة حامل في الشهر التاسع. ده خبير، خبير اجنة، ها؟ اعرابي خبير اجنة. الثالث فجر قنبلة من العيار الثقيل،
قال والقاضي الذي سوف يقضي بيننا ليس ابن حلال. نحن دخلنا كده في اعراض ويا الله. صباح الصباح صلوا الصبح وراحوا على مجلس القضاء. العين اللي كانت بتتجسس نقلت محضر الجلسة. القاضي قال انتوا ليه قلتوا ان اللحم لحم كلاب؟ قال ايها القاضي ان اللحوم التي نأكل تبدأ بالعظم ثم اللحم ثم الشحم. الضأ او البقرة او الجاموسة او الناقة او الشيء اللي نأكله تجد العظم وبعدين اللحم وبعدين الايه الشحم دون من فوق. الطائفة الكلبية والسبعية الاسد والذئب والكلب واللي يجري ويعدو ها العظم وبعدين الشحم وبعدين اللحم لان يكون عضلات من فوق عشان تكون قوية. لان لو الاسد عنده الشحم من فوق ما يقدرش يجري يعرق وما يقدر يموت سبحان الله. راح نادى على الطباخ تعالى يا ابن الحلال انت ايه اللي قدمته للضيوف؟ انت قبل المغرب بلحظات تقول لي فيه ثلاث ضيوف من البادية القطيع تأخر في البر ما جاء فما رأيت إلا كلب القطيع. فقلت دول أعراب بدو يلا تكر على الله ذبحت لهم الكلب. يا الله. طب انت ايه اللي قال لكم ان اللي خبزت الخبز حامل في الشهر التاسع؟ قال له ايها القاضي رأيت الأرغفة منتفخة من ناحية وملتصقة من ناحية ولأن المرأة بطنها أمامها فلم تستطع أن تميل لتدير الرغيف حول النار حتى يستوي من كل أطرافه فالجزء اللي جنب النار انتفخ والجزء اللي بعيد عن النار ظل ملتصقا. القاضي يا أخوانا مين اللي خبز الخبز؟ قالوا فلانا اللي حامل في التاسع. جينا للكارثة الايه الثالثة دي أقول لكم عليها إن شاء الله في المسابقة الجاية بإذن الله. تعرفوها يعني عايزين مصممين يعني. وما الذي أدراكم والعياذ بالله أني لست ابن حلال؟ قال الرجل أيها القاضي إن قاضيا مسلما يأتيه أناس متقاضون عنده أصحاب مشكلة يبعث عليهم عينا تتجسس لا من الكرم العربي ولا من الخلق العربي ولا من شيم المسلمين. يا الله فاعتبر كده مش قاضي مش تمام. دخل القاضي إلى أمه فقررها فأقرت. خرج القاضي ليدلي بالحكم. الحكم بعد إيه؟ لا بعد سؤال الأم. خلي بالك أنت. قال من قال إنه لحم كلاب؟ عبد الله قال أنا. قال له أنت ترث. ومين قال إن الخبز ده خبزته امرأة حامل في التاسع؟ عبد الله قال له أنا. قال له أنت ترث. ومن قال إنني كذا؟ قال أنا. قال أنت لا ترث. قال لما؟ قال لأنه لا يعرف ابن الحرام إلا ابن حرام مثله. رجع عبد الله الأول والثاني إلى أمهم قالوا يا أمي من هذا؟ مين عبد الله أخونا ده؟ قالت والله بصراحة أبوكم رحمة الله عليه وجده أمام المسجد طفلا صغيرا ملقى فأخذه وأتى به إلى هنا فربيناه وسطكم وسميناه عبد الله.